أوه، منظر سيارتك حلو كتير. شو قصدك عمو؟ شو يعني؟ يعني شكلها ظريف كتير، سيارتك حلوة مثلك. يلا العب فيها لشوف. يلا ورجيني كيف تلعب فيها. يلا ورجيني. يلا ليك شو جبت لك؟ جاتو. عود وكول. يلا عود. يلا تفضلوا. خالتو أصلي، طيب أنت إمتى رح تولدي؟ والله ما بعرف. إمتى بتحب تشرف على الدنيا ميت أهلا وسهلا فيها؟ تعالوا لعنا بعد ما تولدي خالتو. يقبسني. أنت كمان حابب تشوف الببو؟ أزقور، يلا خد سيارتك وروح العب فيها هنيك مع رفقاتك. يلا حبيبي. ماشي. تفضلي. يسلم. حقيقة أنا بعتذر كتير منكم عالشي اللي صار هداك اليوم. يمينا من قصة الاعتذار هلأ. ما في مشكلة. شو صاير مع ياجيت سونا؟ قليلي كل شي بالتفصيل. عم بيدور على شغل وعم يعمل كل جهده لحتى نستقر هون. منيح أخي، شو بده يساوي؟ ياجيت عنده شغل أساساً، شو بده يشتغل؟ يعني يمكن ما بقى يرجع لشغلة النيابة، ما بعرف. أخي ياجيت نائب وراح يرجع لشغله وينجح كمان. فرهاد اهدى شوي، فوراً بتعصب. هو ما درس كل هالسنين على الفاضي. ماشي. على كل حال هذا مو موضوعنا. شو حكيتي انت ويتار اليوم سونا؟ ليش ما حكينا شي؟ اتصلت لأطمن عنكم مو أكتر. سمعت يتار عم تحكي معك، كانت عم تقول صايرة مشكلة مع ياجيت وفي قصة. لا الحقيقة أنا اتصلت لشوف إذا حكى معها أو لا، مو أكتر. ليش انتو متخانقين مع بعض لا سمح الله لحتى بتتصلي بيتار؟ لا مو متخانقين. لكن لا تضغط على المخلوقة. لا في شي صاير وعم تخبي علي، بس أنا رح حل الموضوع. احكي لي سونا شو القصة. اتصلت فيها لشوف إذا لقى شغل وإذا كان اتصل فيها وخبرها أو لا. ما بعرف، لما اتصلت فيه ما قدرت أحكي معه، سمعت صوت واحد عم بيصرخ حواليه عم بيقول له اتركني وما بعرف شو، ما كان الصوت واضح. ساعتها أنا توترت كتير وخفرت. قلقتي على زوجك بتقومي بتتصلي بيتار؟ حلو والله. خلص بقى فرهاد لا تضغط عليها أكتر، بكفي. ليكي إذا صار شي لأخي أول وحدة بلومة هي أنت. لا تقول هيك أخي فرهاد، بعيد الشر عنه. أخي وين كنت لهلا؟ أخي؟ شوفي خلينا نحكي برا. تمام. لا تاكلي هم، هلأ بيحكوا مع بعض وبيحلوا القصة. جوريدا أكيد عم تمزحي. لا تسألي، والله ما بعرف. أنا بس شفت الصور سونا ما قدرت صدق عيوني. عن جد كتير فاجأتيني. كيف بيعملوا هيك شي؟ ما بيستحوا على حاله؟ يعني لو قلنا الأستاذ نامق كبير بالعمر بس جوليدا. معقول أنا غلطت يا ترى؟ ليش؟ ما بعرف هيك، يعني ما خطر لي أسأل عن البنت. إجيت استقبلتها وخليتها تقعد عندي. لا أصلي شو هالحكي الفاضي؟ شو علاقة هذا الموضوع بهداك؟ أخوكي مات الله يرحمه، وهي خسرت أمها كمان. يعني لما لقيتوا بعض صرتي أنت وياها مثل العيلة الصغيرة. شو فيها هاي؟ لا أنا ما عم بقدر واجهها، ما عم بقدر إلا ليش هيك عملتي يا بنت؟ ما عندي الجرأة خبرها. احترت وضليت ساكتة سونا. طيب ما في شي حدا تتصلي فيه أو تقدري تعرفي منه أخبارها؟ يعني شي قريب أو صديق؟ لا حتى إذا كان في ما بعرف، هي فاتت على حياتنا فجأة، ما بعرف شي بنوب. على كل حال كل الأمور بالبيت هلأ رجعت تعقدت كالعادة. شو ممكن يصير بالبيت غير هيك؟ وهلأ فيلدان أخذت البنت وطلعوا من البيت. كيف يعني؟ خلص يعني تركت البيت؟ والغريب بالموضوع ما حدا بكل البيت شايل القصة من أرضها غير فرهاد. شفت لك فرهاد أكتر واحد زعلان عليها بالبيت. يا رب. ما بعرف سونا، تصرفاته غريبة، ظاهر إنه بيعرف شي بس ما بده يخبرني. تعتقد الموضوع بيتعلق فيكي؟ ما بعرف، بس في شي جواتي مو مريحني. فهمتي علي؟ هيك شي عم ينخز بقلبي، عم اختنق. يا روحي انتي. ليكي من بعد هلأ لا تفكري أبدا بشي. ماشي حبيبتي؟ فكري بس بحالك وبالولد يلي ببطنك. ماشي؟ وحاولي قد ما بتقدري إنك ما بتزعلي أو تضايقي حالك، تنشي قد ما فيكي. عن جد